ينضم إلينا إذن عبر الهاتف المختص في الشؤون الإيرانية دكتور محمد صدقيان، أهلا وسهلا بك معنا. دكتور، لندن تنفي التهم التي تتحدث عنها طهران، وطهران تؤكد بأن هناك عمل جاسوسي قريب منها. على وقع ما يحدث الآن، هل من الممكن أن تكون هذه ورقة جديدة بيد إيران من أجل الضغط لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني على شروطها؟ مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. أنا أعتقد بأن ما أودي أو ما قاله الحرس الثوري الإيراني هو أنه قال بأنه اتهم دبلوماسيين أوروبيين بينهم مساعد السفير البريطاني لدى طهران، ويبدو بأن ما أعلنه الحرس الثوري هو يرتبط بمراحل يعني قبل عدة أشهر حدث ذلك، وبالتالي السفارة البريطانية في طهران لم تنفي حدوث مثل هذا الاعتقال، لكنها أجابت بشكل غير مباشر بأن مساعد السفير البريطاني في طهران كان قد غادر طهران في سبتمبر الماضي دون أن يذكر هل أنه تم اعتقاله أو تم إجباره على مغادرة إيران. ويبدو لي بأن هذا الحديث بما نشره الحرس الثوري كان صحيحا، وهو يتحدث عن مساعد السفير البريطاني في طهران، زوج الملحق التجاري في السفارة النمساوية، وأربعة من البولنديين. واليوم قالت بولندا بأن أحد علمائها أو أحد الأكاديميين معتقل في طهران، ويبدو بأن الحادث كان صحيحا، لأن الأجهزة الأمنية الإيرانية ضبطت هؤلاء وهم يحملون عينات من التربة في مواقع أجريت فيها تجارب صاروخية، ويبدو أن هذا الحادث. والسلطات الإيرانية يعني تتحدث عن ارتباط بين من اعتقلتهم، خصوصا الموبايلات التي الهواتف النقالة التي يحملونها. دكتور، هنا أريد أن أتحدث عن هنا أريد أن أتحدث عن أن مثل هذه الحوادث هي تعتبر مفترق طرق، من الممكن أن تؤدي إلى تراجع كبير فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ومن الممكن أيضا أن تذهب إلى حلحلة الأمور، ولكن على الأغلب بالشروط التي يضعها الإيرانيون. كيف ترى أنت الأمر؟ يعني في حقيقة الأمر الوضع غير مريح بالنسبة إلى مباحثات فيينا، وحتى المباحثات التي جرت في الدوحة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا النتائج لم تكن مشجعة. الآن هناك جهود تبذل من أجل إعادة أو استئناف المفاوضات في فيينا أو في الدوحة، لكن لحد الآن لا توجد هناك مؤشرات إيجابية، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن هناك عدم مصداقية لدى الجانب الأمريكي، وخصوصا يشيرون في ذلك إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع في العام 2015 من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي يعني أعتقد بأن هناك لا زالت هناك عدم ثقة بين طهران وواشنطن، ولا أعلم كيف يمكن تعزيز هذه الثقة على ضوء الشروط التي تضعها أو السلوك الذي تسير عليه الولايات المتحدة مع إيران في حل المشكلة. ولا توجد لحد الآن مؤشرات إيجابية يمكن أن نستند عليها بأن مثل هذه المفاوضات سوف تؤدي إلى نتيجة، على ضوء السلوك الأمريكي وعلى ضوء التعنت الإيراني في ضرورة حصول ضمانات لأي اتفاق يمكن أن يتم بين طهران وواشنطن. شكرا جزيلا لك، المختص في الشؤون الإيرانية دكتور محمد صدقيان، كنت معنا من طهران.